اوفر فيو كده على الكورس وعلى الحاجات اللي احنا ان شاء الله المفروض نقولها في الكورس بتاعنا النهارده. ان شاء الله هنستكمل اللي احنا بدأناه من ضمن اللي احنا قلناه امبارح، ان احنا عندنا شويه او مجموعه من الريفرنسز. بغض النظر عن الكورس دي لازم تكون معاك في اللايبرري بتاعتك ان شاء الله على اللاب بتاعك، دي لا غنى عنها ان شاء الله في حياتك العمليه. اي جزئيه هتقع منك فيما يخص الماشين ديزاين تفتح كتاب عمهم ده شكلي ده هيبقى موجود معاك، تفتح تقرا الحته دي ان شاء الله هتستفاد كل حاجه باذن الله. لان اي حاجه انت درستها المفروض هي بتخليك بدل ما انت هتقرا الشابتر ده او اي جزئيه وقعت منك ساعتين، بمجرد بس ما تمر عليها 10 دقائق هتفتكرها. ده الفرق ما بين حاجه انت خدتها هنا وحاجه لسه ما مرتش عليك قبل كده وحبيت ترجع لها بعد ما تكون في حياتك العمليه ان شاء الله. وقلنا ان شاء الله ان الكونتنتس بتاعت الكورس المفروض يكونوا 6 توبكس دول، مواضيع مهمه جدا كلهم ابلكيشنز واقعيه. مش هتبقى الامور بتاعتك بتاخد جيرز وبيلتس وبريكس وكلاتشز وبيرز وبرنس، يعني حاجات صراحه هي اساس كل المنظومات الميكانيكيه اللي في حياتنا جميعا. لا بد ان نمر عليها الحاجات الموجوده دي. وبدانا بموضوع السبرنكس، اول شابتر اللي هو ايه؟ اللي هو السبرنكس معانا. طبعا احنا بناخد السبرنكس الشباب كلنا عارفين انواعها اشكالها، يعني بدانا ايه هي السبرنج دي؟ ممكن معظمنا عارف اللي هو السبرنج اللي هو النوع الاكثر شيوعا اللي هو الهيليكال سبرنكس، تمام؟ ولكن في الاول احنا خدنا مع بعض امبارح ايه وظيفه السبرنج؟ مش وظيفه السبرنج بس انها تمص صدمات زي ما انت خدتها، لا، وظيفه السبرنج تاني انها ممكن انها ابلاي فورس، وممكن كمان انها تعمل ميزان، تكون ميزان معاك تستخدمها في ميزان وهكذا، فليها كذا ابلكيشن موجود معاك. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بقى ان قلنا من الانواع بتاعها بدانا نخش على انواع السبرنجز دي، قلنا ان عندنا حاجه اسمها كومبريشن ودي بتبقى مفتوحه وهي بتشيل ايه؟ يعني دي ما بتتفتحش. امال ايه؟ ده كده اللي في اللينس بتاعها الديفولت لينس، هي بتشيل كومبريشن، فهي تصنف وتسمى على حسب اللود اللي هي بتشيله. اللي ما يبقوا كده ان كونتاكت مع بعض، لا دي بتشيل ايه؟ بتشيل تنشن مع بعض، عشان كده سميناها ايه من تحت؟ تنشن هيريكال سبرينج. خلاص؟ وبعد كده خدنا النوع الثاني اللي هو الكونيكال، بيبقى شكله زي كده، الله اعلم ايه يعني على حسب الابلكيشن ممكن نستخدم فيه. وبرده في سبرينج زي دي عباره عن بليد، بس البليد طبعا يبقى زي شيت كده معاك، هو ولف حلزونه بيطلع لفوق. فده الايفكت بتاعه برضه ايه؟ السبرينج بتاعه بيكون فيرتيكال زي ما انت شايف كده، او بيكون واخد انفليوت زي ده، واخد زي شكل الايه؟ الترس معانا. وضربنا مثال للعب الاطفال والحاجات اللي هي الحلزونيه اللي اتكلمنا عنها امبارح، وده شكلها في الواقع بيبقى حاجه زي كده. ان انت بس ايه؟ تفضل تلفها كده، او الحاجه الزنبرج دي تفضل تلفه كده لحد ما ستور انرجي، ودي بتخزن طاقه. اول ما تسيبها هي عايزه ترجع لوضعها الاصلي، فتعمل ايه؟ تفضل تفتح تفتح تفتح. في المقابل انت كمهندس ممكن تركب عليها اي ميكانيزم يحرك لك عجله اطفال ولا بتاع ولا اي حاجه وتشتغل بيها. وضربت مثال مثلا على التورشن سبرينج دي، زي المشبك المشابك بتاعت الغسيل وحاجات كتير جدا موجوده في حياتنا العمليه بنستخدم فيها اللي هو الانواع دي من السبرينج. بعد كده قلنا ان في نوع ثاني موجود في عربيات النقل اللي هو بيسموه اللامينيتد او ليف سبرينجز، بيكون شكله زي كده وبيكون هنا الفتحه دي كده ومسكين كلهم بمسمار زي ده، وبيستخدم لما يكون الديفليكشن اللي انت عايزه ما يكونش كبير، يكون قليل، ولكن في المقابل الحمل اللي انت هتشيله اكتر. الحاجه الثانيه بقى لما يبقى الحمل بتاعك مش كونسنتريتد، يعني ممكن يكون هنا يكون هنا، ف يعني الهيليكال بتاعتك يفضل ان ما يحصلش فيها باكلينج. يعني ايه باكلينج؟ انبعاج. خلاص؟ فعشان ما يحصلش فيها انبعاج لازم تكون ضامن ان اللود اكسيلي ابلاي. ولكن احيانا بيكون اللود بتاعنا انا مش واثق ان هو يكون اكسيلي، ممكن يحمل هنا شويه يحمل هنا شويه، فبناء عليه وارد جدا ان الهيليكال سبرينج لو انا استخدمتها يحصل فيها باكلينج، فبيلجأوا للنوع ده من انواع السبرينجز اللي بيسبرينجز. وده شكله في الواقع، بيبقى راكب بالشكل ده، هو في ايه؟ اكس بتاع عربيه وماسك من هنا من قدام وماسك من هنا. فانت لو ماسك العربيه كده سواء حمل من قدام او حمل من ورا،
انت كده ايه شايل الحمل بتاعك، غير لما يبقى هيلي. ده شكل هو في الواقع هو ده، وده نوع تاني اللي هو اسمه الديسك. وبعد كده اتكلمنا على الماتيريالز المستخدمه فيه والمصنع منه. قلنا ان في حاجه اسمها كاربون ستيل ميوزك واير، واشهرهم اللي هو الكويل تيمبر واير. ده ريفرنس يديلك على حسب نوع الخدمه، هل الخدمه بتاعتك سيفير ولا افريج ولا لايت. وضربنا مثال للسيفير اللي هو موجود في عميد الكمال، حاجه بتعمل مثلا 2000 كومبريشن تنشن مثلا في الدقيقه، سرعه رهيبه. لو حد فيكم فتح غطا اتكاهات بتاع اي عربيه وشاف السبرنكس اللي بتتحرك دي، عينه مش هتلحق تبص عليها، فده معناه ان دي سيفير سيرفيس موجوده معانا. ففي الحاله دي بنقلل التاو بتاعتنا، بيكون 300 مثلا. لما يكون افريج تبقى كام؟ 400. لما يكون لايت او اولموست ستاتيك لود بناخدها 500. اذا كل ما الديناميك لود ده بيزيد معاك، كل ما قيمه التاو اللي انت بتصمم عليها بتقل معاك. بعد كده قلنا ده هم نفس الماتيريالز دول، هم الاشهر شيوعا واستخداما، ولكن جاب لك الاستم بتاعهم اسمهم ايه؟ ما انا يعني المفروض احنا كمهندسين نتعامل بالديزيجنيشنز، خلاص؟ فتيجي انت سيادتك هنا ما تقولش كويل تمبر كويل، تمام عرفنا، بس بيصنف ازاي؟ الشركه اللي هتبعه لك لازم تتكتب بالطريقه دي. كويل تمبر ستيل A 229، يبقى استم A 229. انت عرفت كده ايه؟ عرفت ان ده يقصد بيه الاويل تمبر ستيل. طبعا هنا جاب لك برضو اللي هو ايه الريلاتيف كوست بتاعتنا، بيقول لك ان مين اغلى من مين وهكذا. برضو احنا كمهندسين لازم نبص على الفاكتور بتاع الكوست ده بشكل قوي جدا. هنا بقى جاب لك ان ممكن نفس الماتيريال على سبيل المثال الميوزك واير ده، اللي هو ده، ان كل ما الدايمتر بتاع الواير نفسه، السبرينج دي يا شباب لما تيجي تتعامل بيبقى واير وانا بلفه، خلاص؟ فالواير ده ليه ديامتر، فبقول لك كل ما الديامتر يكون قليل ده معناه ايه؟ معناه ان الكيرفتشر اللي انت بتعمله عليه الافكت بتاعه قليل، فيقدر يشتيل معاك ستريسز اعلى. ولكن لما كل ما القطر يزيد، كل ما القطر يزيد 2 3 4 5 وهكذا، كل ما يبقى التانيه بتاعه لا الافكت بتاعه ايه؟ بيأثر على الستريسز بشكل اكتر. فعشان كده كل ما القطر بتاعنا بيزيد بتاع الواير المستخدم لعمل الهيليكال سبرينج وكده، معناه ان قيمه الاستريس بتاعتها لنفس الماتيريال، لنفس الماتيريال مالها بتقل معانا. فالراجل ده جاب لك بقى ايه؟ قال لك لا، ما ينفعش بس ان انت تختار الماتيريال على حسب اسمها وبس، لا ده انا لازم افهم اخش شرط زي ده، ومن خلال معرفتي بالواير دايمتر اقدر اعمل ده واطلع مين هنا شباب؟ اطلع ايه؟ قيمه الاستريس اللي يقدر يشيلها. وقلنا بعد كده ان انا كاز ديزاينر كمصمم ما ينفعش ان انا اعمل ايه؟ ان انا الكالكوليشنز اللي بتطلع معايا استخدمها از اتز، لا لازم نعمل ايه؟ لازم ارجع للستاندرد اللي انا هشتغل منه. فبيشتغل فيه اللي هو الستاندرد واير جيج. الستاندرد واير جيج ده الوايرز المستخدمه لصناعه السبرينجز لازم كلها تكون ليها المقاسات الموجوده قدامك دي. يعني مثلا لو طلع معاك 10 ملم قدامك، لا ما تستخدمش 10، تستخدم كام؟ 12.7، ده الافيليو المتاح. ما تروحش تجيب انت واير كاستم والديزاين انت اللي تعمله، لا انا بجيب الحاجه اللي موجوده في السوق وهي دي اللي انا بايه بلفها عشان اطلع اعمل السبرنكس بتاعتي. دي الديامترز الافيليو اللي انت ممكن تختار منها ومسمياتها يعني مثلا اس دبليو جي مثلا 15، ده معناه ايه؟ ان القطر بتاعك 1.829 ملم. بعد كده بدانا بالبارامترز واللي هو التيرمز بتاع السبرينجز، كيف تصنف هذه السوسته دي او السبرينجز دي تصنفها ازاي؟ ففي حاجه مهمه جدا عندنا اسمها سوليد لينس. السوليد لينس يا شباب ده لما تمسك السبرينج بتاعتك وتضغطها للاخر لحد ما كل الكويلز تقريبا تكون لازقه في بعض، ده كده اسمه السوليد لينس. كلمه سوليد معناها انها خلاص ما فيهاش اي نوع من انواع الفلكسبيليتي، مهما تضغط عليها مش هتجيب معاك تاني. فاللينس ده بيساوي ان داش في الدايمتر، وقال لك ان ان داش ده في الحاله دي اللي هو ايه؟ التوتال نمبر اوف كويلز، ودي اللي هو الواير دايمتر. ده اللي هو السوليد لينس يا شباب. كده هو عمل ايه؟ السبرينجز كلهم ضغطهم بيه از سوليد بيس.
كما لو كانت قطعه صلب. فالراجل هنا قال لك ده الفريلانس بتاعنا. كلمه فريلانس يعني ايه؟ يعني بعد ما صنعتها رحت ماسكها حطيتها على بنش زي ده، مفيش اي احمال عليها من فوق، مفيش اي احمال عليها. ففي الحاله دي، في الحاله دي بتكون المسافه بين كل كويل والثانيه بنش زي ما انت شايف قدامك كده. بقى الراجل بقى دخل قال لك لو انا عايز اجيب الفريلانس ده بكام؟ نحسبه ازاي؟ فقال لك الفريلانس بتاعك بيساوي السوليد لينس، السوليد لينس ده زائد اقصى ديفليكشن يقدر ينزله اللي هو ده الماكسيمم ديفليكشن بتاعك. طيب بس قال لك احيانا انا لما باجي اضغط على السبرنج بتاعتي واجيب اخرها خلاص مش قابل اي ديفليكشن تاني، بيبقى في جاب كليرنس موجود، قال لهم كليرنس موجود بين الكولز وبعضها، يعني هما ما بيكونوش لازقين جدا في بعض، بيكون في جاب ما بينهم كده. فقال لك الجابز دي كلها لو انت جمعتها او احنا بنعملها كده 15% من الدي ماكسيم. اذا الفريلانس بتاع السبرنج هيساوي كام يا شباب؟ ان داش في الدايمتر. ان داش احنا قلنا عليه ايه؟ التوتال نمبر اوف كويلز بلس الدلتا ماكسيمم. الدلتا ماكسيمم اللي هي ايه؟ الماكسيمم ديفليكشن اللي انا ممكن احققه من السبرنج بتاعتي دي. بزود عليهم كام؟ 15% من الدي ماكسيمم. يعني ممكن الترم الثاني والثالث يبقوا كام؟ 1.15% من الدلتا ماكسيمم بتاعتي. في قانون ثاني بقى قال لك ان انا بعمل ايه؟ بقول هو عمل كده، قال لك ان الكليرنس تقريبا بيكون يعني انت ضغطت على الكويلز لحد المفروض ثيوريتيكلي انها تكون لزقت في بعض، لزقت في بعض، ولكن هي ما بتكونش لزقت، بتكون تقريبا في جاب هو قدرها هنا بايه؟ ب 1 ملم، ب 1 ملم. فشال اللي هي الكويل اللي فوق والكويل اللي تحت او نص الكويل اللي فوق ونص الكويل اللي تحت، فقال لك ان داش ماينس 1 واضربها في 1 ملم. يبقى بين كل اللي هو عمل ايه يا شباب؟ ادي كويل وادي كويل. المسافه اللي ما بينهم 1 ملم، 1 ملم، 1 ملم. يبقى ان داش ماينس 1، ما هي الاولى والاخيره مش مفهومين معانا، انت بتعمل البين ما بينهم. فاهمين يا شباب؟ يعني لو انت عندك 10 كويلز فانت عندك كام جاب في النص؟ 9. تمام؟ فالتسع جابس دول قال لك انا هفرض ان الجاب ما بين كل كويل والثانيه لما اضغط عليها في الاخر بيكون كام؟ 1 ملم. فدول القانونين اللي سيادتك المفروض تكون عارفهم لحساب الفريلانس بتاع السبرنج. بعد كده خدنا عامل مهم جدا جدا اسمه السبرنج اندكس. السبرنج اندكس ده يا شباب بيرمز بالرمز سي وبيساوي الدي كابيتال على الدي سمول. الدي كابيتال على الدي سمول. طيب ايه هو الدي كابيتال؟ الدي كابيتال معاك اللي هو قطر الخارجي. يعني لو احنا عندنا ادي الكروس سكشن بتاعنا هو انا اديتكم الشاف؟ ايوه اديتكم السبرنجز؟ لا ملهاش. طيب ده كده يا شباب الدي كابيتال والقطر الصغير ده الواير ده ممكن ده الدي سمول. بنقسم الدي كابيتال على الدي سمول ده بيساوي سي. بيساوي ايه؟ اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن سبرنج اندكس. فهو لما بيجي يصنف او يدي لك الحاجات الخاصه بالسبرنج بيقول لك ايه؟ السي يبقى لازم تبقى عارف ان المين دامتر مش الاوتر دامتر ولا الانر دامتر. خلاص يبقى هو المين دامتر بتاعك. بعد كده السبرنج ريت، السبرنج ريت ده اللي هو انتوا واخدينه الترم الاول في الفايبريشن اف بتساوي كي اكس. فكده اللي هو السبرنج ريت اللي هو يساوي ايه؟ اللود على مين؟ على الديفليكشن. اللود على الديفليكشن. طبعا البيتش اللي هي تساوي كام؟ الفري لينس. فاكرين لما كنت بقول لك ان انا عندي مثلا 10 كويلز؟ 10 كويلز. فال 10 بتجاب ما بينهم قد ايه؟ 9. 9 دايما ان داش ماينس 1. ده اللي هو ايه؟ نمبر اوف جابس الموجوده دي. فالنمبر اوف جابس دي لو انت قسمت الفري لينس على عدد الفجوات يدي لك البيتش بتاعك. تقريبا وقفنا لحد هنا. النهارده بقى هنتكلم على قال لك ان السبرنج بتاعتك لما تيجي انت تصنعها، حد يعرف ازاي السبرنج بتتعمل؟ حد شافها؟ على المخرطه. على المخرطه. بيجيبوا ماندرل. يعني ايه ماندرل؟ يعني عمود وهمي ملوش اي وجود، حاجه زي كده. ويبدا مثلا بالظرف،
الظرف الشك ده اللي ماسك العمود ده اللي ماسك فيه طرف الواير بتاعه. لما المدى ده يلف هو ماسك كده ايه ماسك الواير بتاعه، فده بيلف وهو بيحرك ايه على الكارج، يعني مثبته على الكارج مثلا، فهو ماشي بيعمل لك ايه بيلف بشكل حلزون على مين على المدى لحد ما يقطع، ودي قطعه هو عامل السبرينج. فالسبرينج دي اللي بتطلع بالشكل ده لو انت قصيت من هنا وقصيت من هنا بهذا الشكل بيسموها بلين، بيسموها ايه بلين اندز، بيبقى فيها شطفه من هنا وشطفه من هنا زي ما انت شايف بالشكل ده. خلاص. طيب في الغالب احنا ما بنقدرش ما بينفعش نستخدمها بهذا الشكل، لازم اعملها ايه اشطفها من فوق واشطفها ايه من تحت، فيجي هنا اعملها شطفه من هنا وشطفه من هنا كده، دي بيسموها ايه جراوند اندز. جراوند اندز يبقى هو عاملها ايه تسويه من فوق ومتسويه من تحت. طيب بس تخلي بالك من هنا ايه الفرق يعني ما بين دي وما بين دي، ان الشف اللي موجود الجروز الموجود ده هيعقني ويضايقني اثناء ما انا شغال، ما مش اي لازم ممكن اعور كمان الحاجه اللي هتبقى ايه لازقه فيه، فانا عايز بس اخليها متساويه، فراح اعملها ايه شطفها الحته اللي من فوق دي. لما شطفها في شكلها كده، بس خلي بالك ان المسافات من هنا لهنا مالها تمام يا شباب. بص هنا الحته دي عشان اعملها جراوند بالشكل ده، خلي بالك من هنا ان المسافه ما بين الواير ده والواير ده نفس المسافه دي، هي نفس المسافه دي، المسافه ما بين كل كويل والتاني نفس المسافه مش متغيره معاك. خلاص. كل المسافات ما بين الكويلز بعضها متساويه، ده المقصود او الفرق ما بين البلين وما بين اللي انا هقوله دلوقتي اللي هو اللي اسمه سكوير اندز. السكوير اندز هنا عمل ايه بقى؟ بيجي في اخر كويلز دي ودي يعصرهم كده بحيث يكونوا قريبين من بعض، يعني يجي على الكويلز الاخيره ودي عاملها ايه تشكيل، بحيث بدل ما هي طالعه لفوق كده زاويه كبيره كانه ماسك الكويل دي وراح منزلها مقيمها تحت شويه، هو ده المقصود بكلمه ايه سكوير. فتبص قارن دي بدي ايه الفرق؟ هي نفس المسافات وكل حاجه، بس اخر كويل موجوده معاك الزاويه بتاعتها على الافق اقل، الزاويه على الافق بتاعتها اقل شويه عشان ده برضو سهوله التركيب والتصنيع ولما تيجي تركب يعني الاسمبل بتاعها. وبعد كده سكوير انز، هنا بقى سكوير انز جراوند انز راح اعملها ايه؟ شاطفها من فوق، ودي احسنهم بالمناسبه، ده احسن نوع موجود معاك اللي هو اخر طبقتين دول كانهم دعامه، هما الاثنين كده طبقتين لازقين في بعض من فوق وطبقتين لازقين من بعض من تحت موجودين معاك. وده يمكن اللي احنا بنرسمه، يعني انت عشان ترسم دي وتعمل فيها سيكشن قبل ما نعديها بترسمها ازاي دي هندسه. بص بقى معايا عشان بص يا باشمهندس، انت دلوقتي عندك ثلاث معلومات انت بتاخدها او بتكون عندك. اول حاجه الفري لينس، وعندك الدي كابيتال، وعندك الدي سمول، او هما الاثنين متمثلين في السي اللي هي بتساوي الدي كابيتال على دي سمول. بس هاتك لما تيجي ترسم اي سبرينج ترسمها ازاي؟ هتيجي تعامل سنتر لاين وعندك سنتر لاين رأسي وتشوف الفريلانس بتاعك كام وتعامل سنتر لاين ده. وبعدين عندي الدي كابيتال الموجوده معانا دي، الدي كابيتال نصها يمين ونصها شمال بهذا الشكل. وبنيجي بعد كده يا شباب انت عندك هنا طبعا عندك معلومه ثانيه اللي هي البيتش، لازم دي تكون موجوده معانا خطوه بتاعتك. فبنيجي نعمل ايه يا شباب؟ بنيجي هنا هتحط دايره كامله هنا بتاع الواير، القطر بتاع الواير موجود قدامك اهو، وهنا نص بس. فوق منه من هنا الحته دي كده المفروض سيادتك بتعمل ايه؟ بتيجي لازم عامل هنا تبقى دايره كامله كده موجوده معاك،
تيجي تطلع من هنا دي كده نص البنش بنش على الاثنين ده عامل دايره ثانيه فبنوصل دي بدي طبعا دي بتبقى جراوند اهو بالشكل ده وهنا دي كده ايه خلاص شباب يبقى ده كده ايه ويخش في سكتك بالشكل ده بعد كده بقى في سكتك تعمل ايه تطلع البيتش عادي خالص انا زيها برضو طيب هفضل ارسم كده لا ما بنعمل ايه هما بس 2 كويلز او 3 كويلز بس من هنا وبعد كده بتعكس فوق دول تعكس من الناحيه الثانيه ادي النص وهنا ايه دايره كامله في ناس بتعمل الطريقه دي وفي ناس بتعملها ازاي بقى يعني انا هقول لك الاصطلاحات الموجودين معانا ده كده ويجي بقى السلك عندك ايه من هنا اللي نازل بيتش على اثنين على طول بيتش على اثنين وده راسم ايه كويل ويجي هنا اللي بيطلع ايه بيتش بره شويه خلاص ويوصل دي وهنا يوصل دي خلاص قالوا عايز يوصل لك ايه عايز يوصل لك ان الاثنين دول قريبين من بعض ده هو السكوير جراوندد اندز رسمتهم ازاي بعد كده بيمشوا من هنا البيتش عادي خالص يعني بعد كده الخطوط كلها تبقى موازيه لبعضها بس الباقي ده كله بسيبه كده ما بنرسموش ما بنقدرش نرسم بقى الدوائر دي كلها لا هما اتنين من هنا واتنين من هنا بس اهم حاجه مع القوسين مع القوسين وهنعتمد ده يا شباب مع بعض هنعتمد ده ما تخليهمش لازقين في بعض زي كده بس انا حبيت اقولها لك لكن انا هعتبر ايه خد ميرور اللي دول تحت بس اعكسهم الناحيه الثانيه تمام يا شباب هنشتغل على الطريقه اللي فوق دي هنا بقى عايز اقول لك بس يعني ايه سكوير وبص هنا شكلها مجسمه يعني هنا عدد الكويلز كام اجمالا 10 وبقول لك ان دي كده هي دي سمول بتاعتنا اللي هو الوير دايمتر وده الاوتر دايمتر وده الانر دايمتر اما احنا هنا بنشتغل على المين دايمتر بنشتغل على المين دايمتر وبقول لك انت هنا مثلا في دي كده لو انت عايز دول كده 7 لو انت عايز تحسب الاكتف الاكتف كويلز او نمبر اوف كويلز هم مين؟ اللي هم الخمسه دول بس 1 2 3 4 5 6 و7 و0 و1 دول هما اثنين كانهم كويل واحده مشتركين معانا عشان كده في الشكل ده اللي هو السكوير اند جراوند اندز انا بطرح من هنا كام كويل ومن هنا كويل يبقى الاكتف نمبر اوف كويلز يساوي ان داش ماينس 2 قلنا ان داش اللي هي ايه؟ عدد العدد الكلي بتاع الكويلز عموما هما جايين في جدول وموجود قدامك اهو في البلين في البلين هنا مش فارق معانا التوتال نمبرز ان داش هو هو نفسه ايه؟ نفسه الان في البلين لما ما عملناش حاجه هو هو ما لعبناش فيه يبقى هنا سواء بلين انز او جراوند انز ان 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 داش يساوي ان ان داش يساوي ان اما السكوير انز ان زائد 2 ان زائد 2 يبقى الان داش هتساوي طب والان دي ايه هي؟ دي الاكتف بقى ده النمبر اوف اكتف تيرمز هو دول اللي بيعملوا لك الفليكسبل او الدامبنج افكت او السبرينج افكت طبعا هنا بيقول لك ايه ده لو انت عايز تجيب السوليد لينس بكام وده لو انت عايز تجيب الفري لينس بكام هنا مثلا البيتش في ان ان ده اللي هو مين الاكتف زود عليهم كام 2 الدامبر دامبر فوق ودامبر تحت ده كده يعتبر ايه؟ الفري لينس. اما السوليد لينس خد الاكتف بلس 2. احنا قلناها كده السوليد لينس قلناها شويه. ايه هو السوليد لينس؟ عباره عن الان داش مضروب في مين؟ في الدم. طيب
كده احنا استعراف سريع عرفنا ايه هي السبرينكس، ما هي استخداماتها، ما هي انواعها، ما هي الانس بتاعتها هتكون ازاي، وعرفنا انها بتترسم ازاي كونستراكشن. نيجي بقى لحته الاستريسز بتاعتها. حد يقدر يقول لي السبرينكس بيكون عليها ستريس شكله ايه؟ يعني بيكون عندك سبرينكس زي دي يكون في فورس موجوده هنا كده دبليو. الدبليو دي بتتنقل ازاي؟ لو انت جيت تطبع فالفورس اللي موجود عندك هندسه دي انت بتدرس ده مثلا هذا السكشن اللي انت بتدرسه هو ده. لما تيجي تدرسه فايه اللي حصل؟ نقلت هذه القوه لهذا المكان بلس تورك موجود معاك. اللي هي ايه؟ لو قلنا اي قوه تنقل بنفس المقدار زائد ايه؟ زائد مومنت. المومنت ده مقصود بيه لا اما تورك لا اما بندنج. فاكرين الكلام ده؟ فدي لو انت خدت الجزء ده لوحده يبقى انت عندك الدبل دي نقل فين؟ موجوده هنا اهو. ده الدبل بتاعك. خلاص؟ وادي التورك اللي هو ايه؟ مأثر معاك على المسأله. عشان القوه اتنقلت من هنا لهنا. انت كانك قطعت السبرينج دي. فالقوة اللي انت اثرت بيها في النص اتنقلت لمين؟ للكوينز الموجودة معايا. تعالى كده نستعرضهم مع بعض. فالراجل هنا بيقول لك اهو ادي القوة اتنقلت من هنا. لو انا جيت قطعت اهم حاجة تقطع. احنا عملنا جراوند من فوق وجراوند من تحت. فالكوين اللي من فوق كلها شايلة الحمل. يعني أول كوين من هنا وآخر كوين من هنا شايلة الحمل كله ابلايت جرادوال او ابلايت نورمال ديستريبيوشن او يونيفورم ديستريبيوتد على مين؟ على الاوتر رينج اللي موجوده دي. تعال انزل بقى لتحت شويه ايه اللي هيحصل؟ تعال اقطع بقى في الحاجات دي اقطع هنا في اي مكان هتلاقي الشكل ده موجود قدام. يبقى القوه اللي كانت موجوده هنا نقلت بنفس المقدار زائد مين؟ زائد تورك معاك او زائد مومنت اللي هو عباره عن تورك مومنت معاك. اذا ده الستريس بتاعنا. ده هيعمل لك دايركت شير وده هيعمل لك تورشن ستريس. يبقى عندنا تو ستريسز موجودين هنا. دايركت شير وايه يا شباب؟ وتورشن ستريس. طيب التورك يساوي كام؟ اي تورك عباره عن الفورس في المسافه، المسافه اللي هي كام؟ المين ديامتر على الاثنين. اعتقد ما فيهاش مشكله ان شاء الله. طيب تعالى بقى نشوف ازاي هنعملها هنا. يبقى احنا خلاص اتفقنا ادي الدبليو وادي ايه؟ وادي دي وده هو المين ديامتر والمسألة موجودة قدامك اهي ودي كلها البارامترز بتاعتنا لازم نكون عارفينها كويس جدا. لازم نكون عارفين البارامترز دي. يعني دي كابيتال نحاول بس نراجعهم مع بعض عشان نحفظهم. دي كابيتال مين ده؟ دي سمول ده ان ان بس الاكتف نا ان داش. طيب بالمره التوتال الجي ريجينيتي الدبليو ده الاكسس التاو الماكسيموم شيك ستريس السي اللي هو سوى ايه؟ دي كابيتال على السمول. البي اللي هي البيتش. الدلتا ده الديفليكشن. فاحنا دلوقتي هنحسب ان شاء الله الحسبتين ايه هما؟ التاو بتاعتنا يساوي كام؟ وهشوف الماكسيموم ديفليكشن اللي موجود معانا يساوي كام؟ تعالى كده نستعرض مع بعض. اول حاجه موجوده معانا يا شباب ايه هي؟ التورشن ستريس. كلنا عارفين التورشن ستريس يساوي كام؟ تاو يساوي 16 التورك على باي في دي التكعيب لما يكون الكروس سكشن بتاعك ماله؟ دايما. يبقى من هنا عمل الراجل ايه هنا؟ ادي اهو باي على 16 في التاو في دي تكعيب. هو عايز التورك لوحدها او عايزين التاو بتاعت دي 16 في التورك على باي دي تكعيب. التورك يساوي كام؟ التورك في دي على 2 يبقى يساوي 16 خليها دبليو في دبليو الفورس مضروبه في كام؟ في دي كابيتال على 2 على باي دي تكعيب. خلاص؟ ال 2 مع 16 تبقى كام؟ 8 يبقى 8 دبليو دي على كام؟ على باي دي تكعيب في دي تكعيب. دي التاو بتاعت ايه؟ بتاعت التورشن. 8 دبليو دي على باي دي تكعيب. بعد كده عندك النوع الثاني من الاستريس اللي قلنا عليه ايه هو؟ شير دايركت شير ستريس. يبقى فورس على الاريا. الفورس على مين؟ على الاريا بتاعتنا. طب الاريا بتاعت الكروس سكشن تساوي كام؟ باي على 4 دي سكوير. يبقى دبليو على باي على 4 دي سكوير.
ظبطها بكام؟ 4W على باي دي سكوير. دول كده تو ستريسز اللي هما التورشن ستريسز الموجودين، مش التورشن، الشير ستريسز الموجودين معانا. واحد تورشن وواحد دايركت. هنجمعهم مع بعض جمع جبري، لان هما الاثنين في نفس الدايركشن. او الورست كيس ان هما الاثنين يكونوا في نفس الدايركشن. فاكرين يا شباب لما كنا بنقول، مش عارف فاكرين ولا لا، الستريس اناليسيس كده، لما يبقى معاك تور وليكن مثلا او جاي كده مثلا، وفي دايره يعني جاي كده، فالستريس عند النقطه دي بجمعهم، وعند النقطه دي بطرحهم. هنا مفيش غير واحد بس منهم، فاكر الكلام ده؟ فاحنا هنا الورست كيس عند المنطقه دي اللي فيها ايه يا شباب؟ فيها الاثنين مجموعين مع بعض. عشان كده الراجل هنا هيجي بعد السلايد اللي بعد كده قال لك ان انا ممكن اجمعهم وممكن اطرحهم، ممكن يجمعوا وممكن يطرحوا، ممكن يكون هنا وممكن يكون هنا، على الواير ده، على الواير ده، على الواير ده، على الواير ده. يعني النقطه دي اللي احنا بندرسها من جوه هنا ومن هنا من بره هنا. الراجل هنا قال لك ايه؟ قال لك تاو 1 بلس اور ماينس تاو 2 ولا سينس ذا ستريس از ماكسيموم ات ذا انر ايدج اوف ذا واير. يعني دايما المنطقه دي كده اللي من جوه هنا دي عليها يا شباب؟ عليها ماكسيمم ستريس اللي هو تاو 1 بلس تاو 2. اما اللي من بره دي عليها ايه؟ المينيموم تاو 1 ماينس تاو 2. ودايما تاو 1 اللي هي بتاعت التورشن، لان التورشن يا شباب اكبر من الدايركت شير زي ما انتوا عارفين. المهم جمعهم مع بعض زي ما انت شايف بالشكل ده. طبعا هيحاول بقى يدخل فيهم السبرينج اندكس. السبرينج اندكس لان هو حاجه اساسيه في اي حاجه مميزه للسبرينج اللي انت بتصممها. فالراجل عمل ايه بقى؟ قال لك انا عندي هنا 8 دبليو في الدامبر على باي دي التكعيب، راح واخدها على المشترك بره. اتبقى كام؟ اتبقى كام يا شباب؟ واحد. طب ازاي؟ لما تاخد انت 8 دبليو من دي في الدامبر هتلاقي دي كابيتال موجوده عندك يعني فوق، انت خدت لما تاخد 8 دبليو دي اتبقى دي كابيتال هنا. صح؟ وهنا دي التكعيب، انت عندك هنا التربيع تلاقي بي 2 موجوده فوق. يبقى كان بي عندك ايه؟ دي على دي سمول موجوده في المقام. فاهمين ولا عاملها لكم بالتفصيل؟ تمام. يعني بص يا هندسه، عندك 4 دبليو على باي دي تربيع. كده معلش عشان بس تبقى 4 دبليو على باي دي تربيع. زائد 8 دبليو ظروف كام؟ 4 دي على باي دي تربيع. لما سيادتك تاخد دي عامل مشترك هندسه اتبقى معاك كام جوه؟ واحد. طب ودي؟ هنا الاربعه دي هتتشال قصاد الثمانيه يبقى في اثنين تحت. الباي تروح مع الباي موجوده بره مفيش مشكله. هنا دي تكعيب يبقى تطلع دي فوق. في دبليو يبقى تشال. خلاص؟ ودي هنا مش موجوده هنا اصلا تبقى تتحط تحت. تمام؟ طيب دي او ده كده يعني كانها ايه؟ مقام المقام بسط او بسط. ممكن تحطه كده يعني ممكن تشيلها كده خالص تحط هنا واحد وهنا ايه؟ دي. يبقى اثنين دي كابيتال على دي سمول. وانت شايل دي خالص تحط هنا ايه؟ سي سي. ليه سي دي؟ اللي هي السبرينج اندكس بتاعتك. واضحه؟ وانا حضرتك هحطها لك في الصوره دي. طيب قال لك احنا بقى بنعمل ايه؟ بنعمل حاجه كمان اضافيه. قال لك بسمي ترم واحد زائد واحد على 2 سي بسميه ايه؟ الشير ستريس فاكتور. شير ستريس فاكتور كي اس. ده حاجه خاصه بالسبرنج بتاعنا اللي هو واحد زائد واحد على 2 سي. في الاخر بتطلع معاك كي اس مضروبه في 8 دبليو دي على واي دي تكعيب. تمام يا شباب؟ طيب
قال لك في حاجه ثانيه مكتوبه افكت موجود معانا. في نوع من انواع الاستريسز الشباب اسمه الكيرفيتشر ستريسز او الكيرفد بيم. يعني ايه كيرفد بيم؟ يعني لو انا عندي عمود متني كده في انحناء انا مشتريه من المصنع كده، لما اجي ابلايد عليه ببندنج هل هو نفس الاستريس لما يكون العمود ستريت وابلايد عليه نفس البندنج؟ قال لك لا. طب ايه اللي فرق؟ قال لك الفرق معانا ان لما يكون العمود اصلا كيرفيتشر بيكون الاستريس بتاعته اعلى، الاستريس اللي عليه اعلى منه. يعني موجود عندكم في كتاب التصميم ممكن تلاقوه هنا بقى لو انت حبيت الاستريس ان كيرفد بيمز، وبدور عليها وشوف ايه القوانين بتاعتها. قال لك الكيرفيتشر الموجود ده انا هو الواير ده هل هو ستريت؟ انا لما جيت اعمل الهيليكال بتاعتي هل هو ستريت ولا كيرفد؟ يعتبر كيرفد بيم؟ قال لك يعتبر كيرفد بيم. قال لك عشان كده احنا بنعمل ايه؟ نفس الاستريس هو بس بضربه في فاكتور تاني اسمه ايه؟ كي او كي. ده تو فاكتورز مع بعض، تو فاكتورز. لما تاخد الافكت بتاع الكيرفد بيم معاك في الحسبان بيجي في المساله احنا بيقول لك خده معاك في الاعتبار او لا. فانت ايه؟ هنعرف دلوقتي الكونكلوجن بتاعتنا ان هو ده القانون. تاب بيساوي كام يا شباب؟ كي في كام؟ 8 دبليو سي على باي تيتا ربيع. ده القانون بتاعك. كي دي يساوي كام؟ 4 سي ماينس 1 على 4 سي ماينس 4 زائد 615 على سي. ده واحد عمل الاستريس ده، النوع ده اسمه واحد عالم كده فضل يعمل كلمات وكده طلع ايه؟ وطلع الكي بتاعتنا دي. المهم بالنسبه لك يا باشمهندس ان انت تعرف ان الكي هي دوبليكيشن بتاع تو فاكتورز اللي هم مين ومين؟ الكي اس كي اس في كام يا شباب؟ الناس اللي ورا شايفه؟ في كي اس مضروبه في كام هنا؟ كي سي. سي هنا اختصار ايه؟ كيرفيتشر بيم او كيرفيتشر افكت بتاعه. فهو ضربهم مع بعض سماها كي. وده الفاكت او الشرط اللي انا بجيبه منه. تمام. وده بس اللي هو اللي عايز اوضحها لك الفرق في الاستريسز. بيقول لك لما يكون البيم ستريت كلنا عارفين ان التاو بيساوي كام؟ تي في ار على جي. لما يكون عندي تورك. ولكن في حاله ان هو في اصلا العمود كيرفيتشر في الحاله دي التورك اللي موجود هنا اكبر من مين؟ من تي في ار على جي. ده الخلاصه بتاعت عايز اقولها. عشان كده حاطط لك فاكتور اسمه كي. طب احنا نحفظ ايه في الاخر او هنحل بايه؟ هنحل ستك بالعلاقه اللي موجوده قدامك دي. نعرفها تاني مع بعض. تاو اصلا مش هيطلب غيرها التاو دي، هو يا اما ستريس يا اما ديفليكشن. هيقول لك التاو هتساوي كام؟ كي في 8 دبليو دي على باي دي تكعيب او 8 دبليو سي على باي دي سكوير. دي او دي. خلاص؟ ده في حاله لما تاخد التو فيكس معاك او اللي هو الافكت بتاع الكيرفيتشر. طيب لو ما قالكش خد الكيرفيتشر هو جال لك كده يجي يقول لك نجلكت ذا افكت اوف كيرفيتشر بي. تعمل ايه بقى؟ ترجع للعلاقه دي. يبقى الكي اس مضروب كام؟ 8 دبليو دي على باي دي تكعيب. ماشي. والكي اس هنا تساوي كام؟ 1 زائد 1 على 2 يعني ما تشتغل عليه خلاص. تريح دماغك. ولو هنا قال لك دخل الاثنين مع بعض اشتغل على ودي الكي بتاعتك في الحاله دي كانت بس. ده خلاصه اللي احنا قلناه او خلاصه الاستريسز التورشر او الشير ستريسز اللي موجوده على الاستريسز. ما بنعملش اكتر من كده. في حاجه بقى مهمه تاني اسمها الديفليكشن. لازم نعرف الديفليكشن اللي موجود على السبرنج ده مهم. ليه مهم بقى يا شباب؟ هو انت بتعمل السسبنشن ده عشان يمص الصدمه بتاعها. فلما يكون عندك عربيه مثلا، العربيه دي هي ماشيه خدت مضرب يعني في فورس اضافيه ضغط على العجله من تحت فهترفع السسبنشن ده لفوق تضغط كده. فانت عايز تعرف الديفليكشن ده هيكون كام؟ او مثلا انت ركبت ركاب على قطر او عربيه قطر مثلا، عايز اعرف السبرنج ده هتنص معاك قد ايه؟ او عربيه نقل لما تشيل مثلا 10 طن ولا 20 طن بتاع ده الشاسيه او
عربيه مش شايله الرمله ولا شايله الزلط هتنزل مسافه قد ايه؟ ما انا لازم اعرف الديفليكشن ده كام. ده من ضمن الديزاين حاجه مهمه بالنسبه لي ان انا اعرف ده هينزل مسافه قد ايه. فعشان نحسب الحاجات ديت عندنا بحسبها عن طريق التورشنال ديفليكشن. التورشنال ديفليكشن هيفرض ازاي يا شباب؟ قال لك الكويرز دي انا هفرض ان انا فكيتها وسحبها كخيط. سحبتها كخيط كده. وعليها تورشن من ناحيه. عليها تورشن. فايه اللي يحصل؟ فقال لك في حاجه خدناها اسمها سيتا اللي هو التويستنج انجل. فاكرين التويستنج انجل هي سيتا ساو دي في ال على جي في جي؟ اللي خدتوها في الاستريس دي في ال على جي في جي. تمام؟ فده القانون بتاعه. فهنا قال لك التي في ال على جي في جي احنا التي جبناها من شويه هيفضل بقى يتصل في دي راح جاب ايه؟ جاب العلاقه اللي موجوده هنا دي. طب السيتا دي اللي هو التويستنج انجل دي اللي موجوده على الواير نفسه ازاي بقى يحولها لاكسيال ديفليكشن؟ يعني ايه اكسيال ديفليكشن؟ يعني ادي السبريد بتاعك اللي هو كده. انت حولت التورشن اللي موجود على الواير جبته كام؟ يعني انت جبت كل واير السلكه دي نفسها الملفوفه الواير دي جبت التورشن التويستنج انجل اللي بتكون عليها قد ايه؟ كام؟